السلام عليكم. بالنسبة لدنيا باطمة خويا اش نقول لك، جابتها في راسها، جابتها في راسها، عيات ما تزريق، عيات ما هي تسال بالنسبة لهاد المشاكل اللي دارت وهاد الشيء ديال حمزة مون بيبي، واخا انا ما فاهم فيه والو، المهم تسال هاد المشكل اللي وقع لها. واخا هي حاملة ولك الشيء كنراعيو الظروف ديالها، ولكن لدرجة كنشوف داك البشر كامل كيغوت مشبوها هادي اخويا. انا مني من الناس، انا ما ديك السيده ما قبولاش عندي صراحه. العقوبه كان شويه قاسيه عليها، خصوصا هي في هذه المرحله ديال انها حامله وشويه، ولكن حتى هي تلاحت لشي امور بعاد عليها كل البعد، يعني خاصها تشوف الميدان ديالها واش دار داك التخربيق وداك الروينه وحمزه مون بيبي وداك روينه كحله، يعني شي حاجه ما كتخصهاش بعاد منها، هي كبيره على داك الشيء، يعني ما خاصهاش تكون داك الشيء. بالنسبه لي انا تبان لي عقوبه تستحقها، لان بالنسبه للتصرفات اللي دارت وهذه كانها فنانه خاصها تكون قدوه، ما خاصهاش تكون تعمل الطريقه اللي دارت، الشيء الكامل اللي دارت ما خاصهاش ديرو. حنا كنقولوا بان على حسب الحمل هي حامله، ان ما تستحقش هذا سميتو، ولكن بالنسبه للافعال اللي دارت هي تستحق العقوبه. واش اللي شي نقول لك؟ كتعرف لها هي شخصيا؟ كتعرف على شي حاجه؟ لا انا ما كنعرفش على من غير الاغاني في الاول، فاش كانت في البرنامج اللي في عرب ايدل كنت متبعها في هذيك الوقيته فقط، صافي من بعد ما بقيتش كنتصنت، انا ما كنتصنتش الاغاني بزاف. شي علاش؟ شي راه هي قلبات على المشاكل ديالها، راه لقيتهم صافي. هو اللي بان لي قلبات، وهذاك الشيء داك الشيء تيبقى هذاك الشيء. واش تدري واش عبد الحي محمد اش دخلك لهذا الشيء؟ حمزه مون بيبي ولا حمزه مون راه شغل هذاك قلبات على